في الاول كنت في الكوزينه كندوخ وكنقلب كي ديك الليله سكرت سكر عليا داك الصداع اللي كان كيبات فايقه وبات ما نعش ما كنتش نقدر نمشي للحمام نهائيا. كون كنمشي للحمام كنقول غادي نموت غادي نركب شي تران غادي نموت. كيسمع هذيك الرقيه هذيك شغل قلت لك تحسن ولا الانسان عادي ولا انسان عادي ما انا نخلعت فيه من قبل حتى تعياي وهذا الدواء راه ما كاينش بحالو. انا جربته صحيح داك الشيء ما فيهش الكذوب دواء النيد اعشاب طبيعيه وهذيك الاعشاب زوينه مزيانه مجموعه كامله بصراحه انبهرت معناها. يرحم والديه وربي ربي ان شاء الله يبارك له في صحته وفي ذريته ويبارك فيه ويطول في عمره. ما كانش نشوف هذا الانسان ونشكره لا يلاش لان الوالده ديالنا جرح لقانتها وفضل الله وفضله هو. سالمي فطومه سيدي موسى بلدي سيدي موسى حي دايمات. انا عندي تقلق وعندي الكولون عندي مفاصلي وعندي ثانيك شويه تقلق نبكي لي يهضر معايا ما نحش لي يهضر معايا كي نتواسى ولا نسمع الهضره ولا نسمع نزيد اكثر ما نحبش لي يهضر فيا ما نحبش لي يقلقني ما نحبش وثاني كما كي يعني كنت صغيرة كنت يعني كنا حنايا بساطة ما عند حتى مشاكل وسالي كي تزوجت زوجي لقيتو مريض قال خلع لي خلعت زدت وسالي الأعصاب كنت شفتو مريض هكذاك شفت يعني في بلادهم ما كانش الخدمه ما كانش جبتو لدارنا كي جبتو لدارنا لقيتو حاجه اخرى الراجل زاد وانا مرضي نسيتو نسيت مرضي كاع وليت نخزو غير فيه ومن بعد كي جبتو لدارنا ديتو لواحد الطبيب كي دوت الطبيب استغفر الله كاين واحد جارنا كي شافو كيعود يجري هكذاك ما كاش لي شدو ما تقدرش تشدو نخرج برا نعيط خرجوا من بعد خرجوا الناس جيرانا راحوا جابوه كي جابوه ما عندي ما نقول لك حوايجو مقطعين كي نقول انا شكون يبدا يهرب مني يذبح انا نشدو زيد لي الفشل نقول يا ربي قويني قوة عندي التقلق عندي مفاصلي هكذا راني رافده الميكرو ما نقدرش هذا المرض مطيحات بزاف واش مطيحات طيحات تاوعو كي يجري انا نجري ونطيح سمعتني خويا راك فهمني ايه نطيح من ركبتي نطيح من خلايا ايه كي نجي نرفدو ما نقدرش تقول في سبع ارواح وليت مقلقه نعيط تهضر معايا يما نعيط يهضر معاه عندي يهضر معاه نهضر معاه هو نعيط مشيت داني لعند الطبيب قال له مرتك راه عندها الكولون والكولون هذا دارها الاعصاب قالوا لازم نتايا تتقوى ومت كي تشوف روحك جاتك لاكريز ما تبين لهاش هاني نزيد ومن بعد قعدت انا لهي عامين وجيت ما قعدتش بزاف كي جينا جانا الحظ قلت له خالد نشريو بارابول كان مازال في هذيك الحاله وانا مزلت كي جبنا البارابول بانت القناة تاع الهاشمي قلت له يا خالد هذه نجربوها قال لي كيفاه قلت له نجربها نجيبها لك ليك ومن بعد انا نساني حتى تفوت نتايا الزوج خدش على بالك الراجل هو اللي يخدم على المراه لازم هو جبت له ليه الاولى علينا شلك خليه هو جبت انايا جبت الاولى بديت شويه نتحسن بعد زدت الثانيه زدت شويه والحمد لله تقلق راح لي التقلق راح لي البكاء راح لي من هذاك اللي كنت نعيط راح لي اللي كنت نبكي كنت حتى يجي في راسي ويقول لي يجري معاه بعد يقول لي راسي الله ينالك يا ابليس من العقل بالعقل بل والحمد لله ورانا لاباس علينا والحمد لله والله يكفر من ثاني الهاشمي والحمد لله وجبنا وبرينا مع الناس سكر قسم بالله غير سكر كون تجول دايما تقولوا سالمي يقول ما شاء الله ما كاش وحده كيما هي الحمد ربي كبير وصغير مراه وراجل انا كي شافوني هكذا كي تزوجت بيفرحوا لي الجيران زاد الجيران يعاونوه بالدراهم حق تاع ربي
ما كاش اللي يعاونك. هما يقولوا له واش خصك، رانا هنا الحمد لله، ودوك راه خدام وراه لاباس عليه والحمد لله. الحمد لله قلت لك الحمد لله، راني لاباس عليا وعايشه مع راجلي ومع يما عايشه في دارنا، مانيش يعني رانا في دارنا وراني لاباس عليا نخدم شغلي لاباس. واش عندي مفصلي برك، ماشي غير دوا برك، عطانا الامل وعطانا الفرحه في قلوبنا وعطانا الرحمه وعطانا حياه في الدنيا، انفع الناس الكل، وربي ان شاء الله يجازيه في الجنه، والله يكفر من مثاله، والله يقويه العمل، والله يقويه في صحته، وربي يشد له في بلاده في بلاده وبلادنا، ربي يحفظ الدول العربيه كاع، والحمد لله. واش نقولوا؟ نقولوا انت سلكت لي راجلي، وربي ان شاء الله يسلكك، وان شاء الله ربي يبعثك للجنه، وان شاء الله ربي يقويك بالعمل تاعك، ويقويك بالنيه ان شاء الله، وربي يحفظه وربي يخليه لنا، وربي ان شاء الله يزيد للقدام. الحمد لله.